السلام عليكم. موضوع المحاضرة هو البايوترايبولوجي، اللي ترجمتها باللغة العربية هو الترايبولوجيا الإحيائية. هي مادة تدرس للمرحلة الخامسة في اختصاص لطلبة اختصاص هندسة الطب الحيوي، وهي مادة ضرورية جدا بالنسبة لهم حتى تصير عندهم فكرة عن تطبيق الترايبولوجي مثل ما حنذكر في الجسم البشري. طبعا حنشوف هناك عدة من التطبيقات للترايبولوجي داخل جسم الإنسان. تؤخذ المادة لمدة ساعتين لفصل دراسي واحد. المصادر المتوفرة بالحقيقة هو أكو مصدر واحد فقط بالعالم بعنوان بايوترايبولوجي، أما عناوين الترايبولوجي لا، موجود الكثير من الكتب القديمة والحديثة. السبب هو أنه البايوترايبولوجي هو موضوع حديث جدا، وبدأ كبحوث قليلة لحد الآن قليلة، وأغلبها هو على المفاصل البشرية أو الصناعية. وهذا الكتاب هو كتاب يعني ليس كتاب منهجي، وإنما كتاب يعني جاي من بحوث، فهو ممكن أنه يكون ككتاب مساعد أو للي يروح للدراسات العليا كبحث ممكن أنه يستفاد من عنده، لكنه لا يمكن الاعتماد عليه ككتاب منهجي. لذلك مفردات المادة يعني تجمع من مصادر بحثية أو من كتب الترايبولوجي، لأنه يحتاج الطالب حتى يدخل للبايوترايبولوجي يحتاج معلومات عن الترايبولوجي اللي هي موجودة في كتب منهجية مثل ما نذكر لاحقا. حنجي على تعريف، احنا اي موضوع يحتاج انه نعرفه. فتعريف البايوترايبولوجي definition: the application of tribology in biology. فمعناها هو موضوع تطبيقي، تطبيق للترايبولوجي في الأنظمة البيولوجية، طبعا مو فقط جسم الإنسان، ممكن أيضا يشتغل بالحيوان. لذلك احنا نحتاج تعريف لترايبولوجي هسه. فتعريف لترايبولوجي is the interdisciplinary science, engineering and technology dealing with the interaction of surfaces in relative بين قوسين tangential motion involving studies in the area of friction, wear and lubrication. فإذا نشرحها، هذا التعريف هو دراسة تداخل السطوح الهندسية اللي حيتولد من عندها احتكاك وتآكل، وإذا كان أكو تزييت أيضا دراسة الاحتكاك ودراسة التآكل ودراسة التزييت، هو مجموعها يسمى الترايبولوجي. هذا بالنسبة للعنوان العام. إذا جينا نريد نطبقه على البايوترايبولوجي، هو أيضا حندرس السطوح وحندرس الاحتكاك وندرس السوفان والتزييت فريكشن وير لوبريكيشن وين بالبيولوجيكال سيستم، اللي من ضمنها طبعا احنا اللي يهمنا كاختصاص هندسة الطب حياتي هو الهيومن بودي. ترايبولوجي، فاحنا بالبداية حنحكي عن الترايبولوجي، ثم ننتقل يعني نشوف تطبيقات للترايبولوجي، ثم ننتقل إلى البايوترايبولوجي. is an interdisciplinary subject involving principles of physics, chemistry, material science, mechanics, engineering, rheology and mathematics, often at all at once. احنا حنجي نطبق كل هذه العلوم حتى نفتهم الترايبولوجي.
tribological behavior is influenced by the physical, mechanical and chemical properties of the surfaces and subsurfaces material. بما انه احنا بدنا نحكي عن احتكاك وتآكل فحنتعامل اكثر شيء مع السطح او الطبقة اللي هي تحت السطح مباشرة، ما حندخل في داخل الجسم. In addition to the conditions under which the relative motion take place. طبعا الاساس هو انه انا لازم عندي حركة حتى يتولد عندي احتكاك ويتولد عندي سوفان واحتاج الى اللوبريكيشن، فايضا شرط وجود حركة. Applied load, sliding velocity, temperature, geometry and other physical and environmental conditions all influence the tribological behavior of any given system. طبعا احنا بما انه عندنا حركة وعندنا تلامس، شرط انه وجود اكو حركة بين سطحين، فبالتالي الحمل الخارجي حيأثر، applied load، السرعة حتأثر، درجة الحرارة لأنه تغير من مواصفات التزييت أو مواصفات السطح، الشكل اللي دا نتعامل وياه، والظروف المحيطية. طبعا هذه هي يعني دراسات عميقة بهذا الموضوع، يعني مثلا نقصد بالظروف المحيطية هو تأكسد السطح، بس احنا يعني دا نحكي في شيء مختصر هسه، وإلا ممكن أنه ندخل في تأثير التأكسد على السطوح، أيضا هذا حيدخل في موضوع الترايبولوجي. Components involving tribology. هنا دا نحكي احنا كله عن الترايبولوجي، لذلك حنروح على الميكانيكال سيستم نشوف وين اكو تطبيق للترايبولوجي في الميكانيكال سيستم. فهنا عندنا جوانب بيها يحتاج الى دراسة الترايبولوجي. Mechanical systems such as عندنا البيرينجز المحامل، هذه واضح انه انا عندي احمال لودز وعندي حركة وعندي تلامس بالسطوح وعندي تزييت، فايضا حيكون عندي اكيد حيكون عندي ترايبولوجي، ويجب دراسة الترايبولوجي اللي هو دراسة الاحتكاك ودراسة السطوح ودراسة السوفان ودراسة اللوبريكيشن في هكذا أنظمة. عندنا الجيرز أيضا ينطبق نفس الشيء، عندي حركة، عندي تداخل بالسطوح، وعندنا مزيتات، عندنا بليان، وأيضا هي من تطبيقات الترايبولوجي. الكامز أيضا نفس الكلام ينطبق عليها، حركة، سرعة، أحمال، تلامس سطوح، احتكاك، بليان. ناخذ أمثلة أخرى لتطبيقات، عندنا التابتس أيضا نفس الكلام ينطبق، التايرز، البريكس. طبعا هنا خلينا نقول بالنسبة للتايرز والبريكس واضح أنه كمية السوفان اللي يصير بها والبليان تحتاج إلى تبديل دائما، السبب أنه هو الأحمال العالية، نقل الأحمال العالية وحركة عندي وتولد احتكاك عالي فحيؤدي إلى البليان وتحتاج إلى تبديل، وكنا هذا خلينا نقول فت قضية اعتيادية أنه إحنا دائما لازم نبدل التاير، نبدل البريكس، والسبب هو سوفانها اللي جاي نتيجة للاحتكاك. أيضا تطبيقات أخرى، البيستن رينجز ايضا يعني اللي عندهم سيارات يعرفون انه الرينج يحتاج الى تبديل بعد عدة سنوات، سببه هو السوفان اللي جاي من احتكاك مع وجود التزييت، فتتحقق الشروط انه وجود احمال، وجود احتكاك، وجود سرعة الى اخره. And seals أيضا هنا واضح أنه أنا عندي نقل حركة وعندي حركة وعندي احتكاك وعندي سوفان، هذه كلها اللي ذكرناها الأمثلة هي تطبيقات بالنسبة للترايبولوجي، فاللي يريد يشتغل في هكذا مجال يجب أن يدرس الترايبولوجي، بمعنى أن يدرس طبيعة السطوح، نوعية
مواد مستخدمة، ويدرس الاحتكاك، يدرس البليان الوير، ويدرس اللوبريكيشن اللي هو مجال واسع وأنظمة لللوبريكيشن موجودة لازم يدرسها ويدخل في تفاصيلها. أيضا أنواع اللوبريكنت المستخدمة كلها تختلف وحتغير من مواصفات نظام التزييت وطبيعة الحركة والسوفان اللي يتولد. لذلك احنا نشوف أنواع كثيرة من الدهون والزيوت المستخدمة، ماكو زيت يستخدم في مكان نفسه يستخدم في مكان آخر، إلى أرقام وقياسات ومواصفات إلى آخره. فإذا احنا عادة الطلبة من نبدي بالترايبولوجي لازم قلنا أنه ندخل في أربعة مواضيع أساسية. الموضوع الأول اللي احنا نقول أنه الترايبولوجي includes، ماذا يتضمن؟ اللي يريد يدرس الترايبولوجي لازم ايش يدرس؟ فيدرس أول موضوع لازم يدرس هو the nature of surfaces، طبيعة السطوح اللي احنا دا نشتغل عليها اللي حيتولد بها الاحتكاك. From both a chemical and physical point of view، نقصد بها الناحية الكيميائية هي المركبات الداخلية للسطح، من ماذا يتكون السطح، والفيزيكال هو شكل السطح. Including topography، التوبوغرافي هو شكل السطح انه شلون يتكون. دا نشوفه بهذه الصورة، احنا بالحقيقة السطح نشوفه املس، نعتقد انه هو سطح مستقيم، خط مستقيم. طبعا ما عندنا بالحقيقة انه سطح مستقيم، دائما السطح مكون من ارتفاعات وانخفاضات احيانا لا ترى بالعين المجردة، بس اذا نمعن النظر هنشوف انه كل سطح مهما كان املس هو بالحقيقة مكون من هذا الشكل اللي ده شوفوه، بهذا الشكل هذه الابيض اللي موجود. بس يختلف، تختلف هاي الارتفاعات والانخفاضات اعتمادا على خشونة السطح. السطح الخشن حتكون هذه الارتفاعات والانخفاضات اكبر، اذا سطح املس لا حتكون اقل. بس في كل الاحوال انه انا عندي سطح بارتفاعات وبانخفاضات، فاذا صار تلامس بين سطحين حيصير تداخل بهذه بين السطحين اللي هو حيولد عندي الاحتكاك. في تفصيل الموضوع اللي احنا بدنا نحكي فقط مقدمة. فالتوبوغرافي the interaction of surfaces under load، طبعا بما انه حيكون عندي load فحيكون التداخل اكثر والاحتكاك اكثر والسوفان اكثر. And the change in the interaction when tangential motion is introduced، اذا انا عندي تداخل بالسطوح وسببت لود، تنجنشيال لود، معناها حيؤدي الى تكسر هذه الطبقات وبالتالي حيكون عندي تحقق الوير، البليان. فالموضوع الاول اللي يدرس في الترايبولوجي هو السطوح، التوبوغرافي مالتها، شلون نقيس الخشونة، نوعية السطوح، طبيعة السطوح، ماذا سيحصل اثناء الحركة، وإلى آخره. أكو أرقام وقياسات كلها تعطى ضمن المادة. From a macroscopic point of view، tribology includes المواضيع الأخرى اللي لازم الطالب يدرسها في التريبولوجي هي اللوبريكيشن والفريكشن والوير. اللوبريكيشن هو عملية التزييت، والتزييت مثل ما قلنا أنه أكو كتب وبحوث كثيرة وأنظمة للتزييت متنوعة اللي ممكن أنه الإنسان أو الباحث يشتغل عليها. اللوبريكيشن أنه شرط وجود لوبريكانت، واللوبريكانت ممكن أنه يكون زيت، ممكن يكون أي مائع آخر، يعني حتى ممكن أنه يكون هواء أو غاز معين، ممكن أنه يكون لوبريكانت، مو فقط الزيوت يعني الدهون، ممكن ما يكون. والفريكشن ايضا اكو قوانين تحكم الفريكشن، عندنا الستاتيك فريكشن، عندنا اللوبريكنت فريكشن، عندنا الدايناميك فريكشن، وانواع من الفريكشن من الاحتكاك ايضا
كل وحدة لها قوانينها وتفاصيلها أيضا تدرس خلال المادة. وآخر شيء هو الوير اللي هو السوفان أو البليان، وأيضا الوير بأنواع أساسية أربعة وبأنواع ثانوية أيضا الطالب يتعرف عليها إذا يريد يدرس الترايبولوجي أو البايوترايبولوجي، وكل وحدة بها قوانين وتفاصيل وتطبيقات أيضا في هذا الموضوع. وأخيرا أكو أجهزة قياس الوير والفريكشن حتى نعرف أنه إحنا إشقد حيتولد عندي سوفان، قوة الاحتكاك اللي حتتولد، وهاي كلها تدرس ضمن موضوع الترايبولوجي قبل ما نروح على البايوترايبولوجي. بعد أن الطالب تقريبا يعني نصف الكورس يدرس الترايبولوجي بتقسيماته الأربعة، هنا نبدي نروح للبايوترايبولوجي اللي هو طبعا الموضوع الأساسي مالتنا اللي هو يخص دراسة الترايبولوجي وتطبيقاته داخل جسم الإنسان. طبعا مثل ما قلنا أنه هذا الموضوع موضوع حديث، البحوث عليه قليلة بل قليلة جدا، والسبب هو صعوبة القياسات أنه أنا ما أقدر أقيس المتغيرات اللي قلناها من الاحتكاك والتأكل داخل الجسم. وسنقول أنه أكثر تطبيق اللي عليه بحوث بالنسبة اللي موجود. فالطالب حتى يعرف أهمية موضوع البايوترايبولوجي، أقصد بالنسبة لمهندسي الطب الحياتي، حنشوف التطبيقات مالته ونشوف أهمية هذا الموضوع ودراسته بالنسبة لهم. عندنا الوير أوف دنشر، مثل ما نعرف احنا موضوع الأسنان وحشوات الأسنان أيضا تتعرض إلى سوفان، لو ما تتعرض إلى سوفان كان بقت مدى الحياة. فالسبب أنه احنا نحتاج نغير الحشوات أو نغير القوالب هو السوفان، فهذا احدى التطبيقات بالنسبة للبايوترايبولوجي. فريكشن، التطبيق الثاني فريكشن اوف سكين اند كومفورت اوف كلوذز سوكس اند شوز. احنا نلاحظ في حياتنا الاعتيادية بعض الملابس او الاحذية تسبب مشاكل بالجلد، السبب هو وجود احتكاك بين طبقة الحذاء او الملابس والجلد، فحتتولد عندي مشاكل جلدية، هذه سببها احتكاك. واستخدام الدهون لمعالجة هذه المشاكل أو الأمراض هو بالحقيقة لوبريكيشن، فإحنا يحتاج ندرس الاحتكاك ويحتاج ندرس اللوبريكيشن. هذا هو تطبيق للبايوترايبولوجي داخل جسم الإنسان. وأكو يعني تطبيق أيضا إحنا نذكره بالنسبة للمحاضرات ما موجود هنا، أنه كتطبيق لطيف بالنسبة للبايوترايبولوجي كجهاز فحص طبيعة الجلد اللي يستخدم في معرفة درجة الحروق مثلا. الجلد اعتياديا بملمس معين، خلينا نقول معامل احتكاك معين، إذا الجلد محروق والحرق بدرجة معينة حيتغير معامل الاحتكاك. فأكو جهاز يقيسون بمعامل الاحتكاك للجلد ويعرفون من عنده درجة الحرق، درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة إلى آخره. وأيضا ممكن استخدامه في بعض الأمراض الجلدية، إذا عرفنا مثلا هيك مرض جلدي إذا كان معامل الاحتكاك هالقد، فممكن أنه نعرف نوعية المرض الجلدي أو درجته. هذا إن شاء الله يعني إذا سوينا محاضرات أخرى ممكن أنه ندخل في تفاصيل هذا الجهاز وطريقة القياس مالته وتطبيقاته. تطبيق آخر للسبرنس، إحنا أهم الأسباب اللي نغير بها الأحذية هو سوفان الطبقة السفلية وبالتالي نقص الاحتكاك. إحنا أيضا من الروح لموضوع الاحتكاك، هو الاحتكاك مو دائما مضر، أيضا نذكر أنه بعض التطبيقات نحتاج بها احتكاك وإحنا نحاول نزيد الاحتكاك،
وتطبيقات أخرى نحاول نقلل الاحتكاك. هاي من ندخل في تفاصيل موضوع الفريكشن. هسه احنا مجرد يعني لانه اجى عندنا التطبيق فاني دا اذكره انه سبب تبديل الأحذية هو سوفان الطبقة السفلية وبالتالي نقصان الاحتكاك، احنا نريد نزيد الاحتكاك، فهذا ايضا من التطبيقات. التطبيق الاخر Contact Lenses and Ocular Tribology، العدسات العين، عدسات العين ايضا بما انه انا عندي مزيت اللي هو الدمع وعندي احتكاك، عندي حركة بالنسبة للعين وعندي لود، اذا حيتحقق موضوع الترايبولوجي. وايضا ممكن دراسة العدسات وبليانها، العدسات ايضا يبدلوها مو دائمية، السبب انه تولد السوفان بها. من يجي السوفان؟ السوفان بين العدسة وبين الجفن، فتبدي العدسة بمرور الزمن حركة وتعرض للظروف الخارجية تبدي السوف، فتحتاج إلى تبديل، تتغير المواصفات مالتها. إحنا أي قطعة إذا صار بيها بليان حتتغير مواصفات السطح، إحنا مصممين على مواصفات معينة، إذا صار سوفان تغيرت المواصفات إذن هذا بعد لا يصلح للعمل، فإذن يحتاج إلى تبديل، مثل الأمثلة اللي ذكرناها مثل التايرز والبريكس. احنا لوش نغير البريك؟ لانه تغيرت مواصفات السطح، بعد ما حيأدي الغرض مالته. تطبيقات اخرى، يعني اكو مجموعة بالحقيقة من التطبيقات نذكرها. Tribology at micro levels inside cells، داخل الخلايا اني اي مكان بي حركة معناها عندي فريكشن، من عندي فريكشن معناها عندي وير، اذا كان اكو مائع معناها عندي لوبريكيشن. فالخلايا داخل الأوعية الدموية داخل الأجزاء أيضا هي تتحرك، فأيضا حيتولد عندي friction. Vessels, capillaries such as lubrication by plasma of red، فالبلازما هي قطع وتتحرك، فأيضا حتى نقلل الاحتكاك بينها وبين السطح معناها تحتاج إلى lubrication، واللubrication هو اللي يوفر الدم، فهذا ايضا تطبيق بالنسبة للبيوترايبولوجي. Blood cells in narrow capillaries، خلايا الدم داخل الأوعية الدقيقة، طبعا قلنا دقيقة لانه حيكون تلامس بينها وبين السطح، فحيتولد عندي احتكاك، وقد هذا الاحتكاك لو ماكو لوبريكيشن ممكن انه يبدي ياكل من السطح، يصير عندي بليان في سطح الوعاء الدموي، لذلك التزييت. واحنا بما انه عندنا مادة حية يعني هي ترجع نفسها وتقوي نفسها تبدل نفسها، فمعناها انه حتى لو صار سوفان ممكن انه الوعاء يرجع الى وظيفته الاساسية. تطبيقات أخرى، تطبيق آخر أيضا مهم بالنسبة إنه Wear of Replacement Heart Valves، الصمامات القلبية أيضا أنا عندي أحمال لتنقل مائع دم من مكان إلى مكان، عندي حركة عندي احتكاك، فإذا حيتولد عندي سوفان. ومعروف أنه الصمامات القلبية كذا سنة لازم تتبدل، ما ممكن انه تبقى مدى الحياة، السبب هو السوفان الوير. فايضا هذا من المواضيع التطبيقات البيوترايبولوجي، وموضوع مهم، يعني موضوع الصمامات القلبية موضوع مهم بالنسبة للشخص. ليش؟ لانه اذا صار سوفان بالصمام القلبي معناه حيبدي يسرب الدم مو بحسب المطلوب، وبالتالي فشلت وظيفته التي تم التصميم عليها. طبعا هنا خلي شوية ندخل لأنه موضوع مهم، خلي واحد يقول شون هنا ممكن أنه ندرس الاحتكاك، إيش قد يصير عندي سوفان كلش قد مثلا كل سنة، هل أنه مجدي يعني أسوي عملية تبديل صمام للقلب؟ كل يقول واحد شكو بيها يبدل الصمام، هي مو سهلة أنه أنا أجي ورا سنة أعيد زراعة صمام جديد. فاحنا هنا كل ما نطول المدة، يعني أنا إذا قدرت أصمم صمام ما يصير بي سوفان لعشرين سنة أفضل من 15 سنة، أفضل من 10 سنين.
هذه الدراسات شلون نقوم بها؟ احنا المحيط محددين به، يعني لا اقدر اغير من الاحمال، لا اقدر اغير من الشكل. فهنا الحقيقه التحدي هو باستخدام المواد البايو ماتيريال، انه احنا نستخدم مواد معينه بحيث تقاوم السوفان قدر الامكان لاطول فتره معينه. تطبيقات اخرى: lubrication of the pump in total artificial hearts. هنا القلب الصناعي بصورة عامة، انه عندنا مضخة احنا بالحقيقة، فما انه مضخة معناها عندي حركة، وبالتالي حيتولد عندي احتكاك، من يتولد احتكاك معناها عندي سوفان، وبالتالي ايضا احتاج الى تزييت لتقليل السوفان لاطالة عمر الارتفيشال هارتس، فايضا هذا من تطبيقات البايو ترايبولوجي. Wear of screws and plates in bone fracture repair. المواد المستخدمة في تثبيت العظام سواء البليت أو البولت اللي تستخدم في تثبيت العظام أيضا تتعرض إلى احتكاك وتتعرض إلى سوفان، فدراستها ودراسة المواد، دراسة هذا الموضوع، دراسة البايوترايبولوجي بصورة عامة أيضا يدخل من ضمن تطبيقات الفراكشر فيكسيشن سواء الانترنال أو الاكسترنال فيكسيشن. Lubrication in pericardium and pleural surfaces. هنا الأعضاء الداخلية مثلا حركة الرئة داخل التجويف داخل الجسم، حركة القلب داخل الجسم، أيضا حيتولد عندي احتكاك بين السطحين، بما أنه احتكاك معناه ممكن أنه يكون بليان، لذلك أكو لوبريكيشن بين هذه السطوح، ما تكون جافة. اللوبريكيشن يحاول أنه ما نقول ما نقدر نقول يمنع، لكنه يقلل إلى حد كبير جدا من الاحتكاك بين طبقات هذه السطوح. عندنا sexual intercourse ايضا هذه قائمة العملية على اللوبريكيشن، ولا يمكن او تكون مؤذية جدا اذا كانت بدون اللوبريكيشن. Saliva chewing food، عملية مضغ الغذاء، ايضا وجود لوبريكيشن لوبريكانت اللي هو اللعاب اللي يسهل عملية المضغ، ولو ما كل لعاب انه تكون عملية جدا صعبة، فهذه ايضا تطبيقات من البايو ترايبولوجي. طبعا هاي اللي ذكرناها، التطبيقات اللي ذكرناها من اول واحد بالنسبه للبايو ترايبولوجي الى الاخير، البحوث عليها ما اريد اقول معدومه، تقريبا معدومه، يعني بعض التطبيقات اصلا ماكو عليها بحوث وبعضها قليل جدا، ومثل ما ذكرنا السبب هو كيفيه القياس، احنا نحتاج بالبحث الى قياس عملي، فأني شلون أقيس الاحتكاك داخل عدسة العين مثلا أو داخل الصمام القلبي؟ ما ممكن، صعب جدا، لذلك البحوث في هذا المجال قليلة جدا أو معدومة. أكثر تطبيق يعني تم دراسته ولحد الآن الدراسات مستمرة هو موضوع الناتشرال، والأكثر من عنده هو الارتفيشال ريبليسمنت، Tribology of natural synovial joints and artificial replacement. السبب أنه هنا إحنا عندنا نصمم مفاصل صناعية، وهذه هي قطع خارجية، فممكن إجراء الفحوصات عليها، وإحنا بالقسم عندنا مختبراتنا موجود جهاز يقيس لي سوفان هاي المواد المستخدمة، فأني المادة أقدر أقيس السوفان مالتها، ممكن أنه أسوي لها جهاز بحيث أخليها خارج الجسم وأقدر أسلط أحمال، وأيضا عندنا جهاز آخر يقيس لي السوفان بالنسبة للمفصل كله سواء مفصل الحوض أو مفصل الركبة، أنه أنا أشغله لعشرات أو مئات الساعات وأشوف وأقدر أقيس السوفان اللي دي يصير قبل أنه أزرعه داخل الجسم. فالبحوث الموجودة كتطبيق داخل الهيومن بودي بالنسبة للبايوترايبولوجي أغلبها أو معظمها هي في هذا الموضوع، موضوع الجوينتس. طبعا الأقل هي بالناتشرال جوينت، بس أكو بحوث عن ناتشرال جوينت
ونمذجة لهذا الموضوع، وأكثرها هو على الارتفيشال جوينت. وهذا الموضوع هسه يعني موضوع زراعة المفاصل موجود بالعالم بشكل كبير، وتجرى العمليات يوميا، عمليات تبديل المفاصل سواء كان مفصل الحوض أو مفصل الركبة، وعملية استهلاكية فتحتاج إلى وما زالت تحتاج إلى دراسات وتطوير لتقليل الاحتكاك وتقليل السوفان. ليش؟ وأيضا نعرف إحنا أنه هذه المفاصل تتبدل، يعني ما يبقى المفصل مدى الحياة، كذا 10 سنين، مرات 8 سنين، مرات يطول 12 سنة. فإحنا نريد أنه استخدام المفصل داخل الجسم مو يوميا مسوي العملية كل سنتين تعال نسوي لك عملية ونبدل المفصل، عملية صعبة بالنسبة للمريض. فإحنا كل ما نطول مدة بقاء المفصل ويقوم بوظيفته على أفضل ما يكون أفضل. فالتحدي مع الوقت أنه أنا شقد أقدر أطول عمر هذا المفصل الصناعي. شلون أطول عمره؟ مو بالسترس أناليسيز، يعني هاي كلها قايسيها ومستخدمين مواد، يعني نادرا أنه يتعرض إلى كسر المفصل الصناعي، وإنما المشاكل هي بسبب السوفان والاحتكاك.